صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دونك اليوم نتلاقاو في فيديو راح نديكم معايا في لاجورني. الو نضنا شحال راهي راهي 9 هكاك، درت لي ادريس، درت له الحليب يشرب في البيبون ديالو، دونك توجور على بالهم ندلو كونديا. دوك انا راني في البالكون راح ندخل الحوايج منشورين، ندخلهم ونطويهم معاكم. عندي بروبليم تاع الماء مع الصباح تي ما يكونش، دونك لا كويزين تاعي راح نستناو حتى من بعد. دونك ندخل الحوايج هذوما اللي راهم منشورين نطويهم ومن بعد نشوفوا واش نديروا. تلعب ادريس، سي دونجور، ما نلعبوش بالحجر. عطيني عطيني صح. دونك في البالكون هنايا شريت كلكو بلانت اخرين، هم لي ما شافوش لا فيديو على لي بلانت ديالي نحط لكم في لا انفورماسيون. سينو جا شريت دوتر بلانت بصح مازال ما سقمتهمش. البالكون راهو فريمون مخرب، لازم جمون اوكيب. وشنو ادريس دير برافو دير برافو دير برافو ماما. اتا دير برافو دير برافو برافو برافو. alors donc quand je m'occupe de la plante donc langue de belle-mère نبدلها le pot parce que صغير بزاف ونسيي نشوف اسكو تجي شابه في هذا لو كاش بو باسكو نحب نخليها داخل الدار. هذه باغي ك تنقي الهواء تاع الدار ايتترا، دونك قلت نخليها في الدار. الو فينا مقسمتها على زوج، دونك هذه هي حطيتها وحدها، الاخرى خليتها بالبو اوريجينال. درت لها داخل تبسير هكذا بون قديم فيه ترافيتو، راح نحط فوقو لا بلونت باش كي نسقيها الماء يروح لي في التبسير. هاي لو ريزولتا فرانشمون سي تري تري بو. بون راح نبدل ادريس لاكوش، دونك راني نلبس له دي بتي شورت هكذا خلاص صافي كون كيلكو طون ديبي جوان فان مي هكاك بغيت نلبس له لي شورت. وشنو لداخل ما نحيدلوش، نلبس له توجور ان تريكوت بو ان بودي بلوس ان تي شورت فوالا. في الليل باغ كونطخ كيما اليوم نلبس له ان جوكينغ باسكو شويه بروده في الليل. انا وين نسكن في فريمون فخي صافي. هادي هي حتى دوكا باش جا الما، دونك راح تلبس ان جيلي مالوغوزمون راه تسخانه شو بيجي بو فيلمي عباه. مولتي نحب ندير بزاف لي روتين دو ميناج في الصيف، راه جا هادشي. دونك راح نديبراسي كاع الماء اللي مسله ونغسل الماء عند السحور ايتترا و ناخذكم معايا كالعاده. دوكا راح نجوز ندير اون سورت دو غاتو باسكو حبيت نبدا على افونس.
vu que j'ai fait plusieurs gâteaux, en plus, bah, la grande semaine, j'ai fait des gâteaux. Donc, je suis fait d'art tout le temps. Ça fait un peu de halou de taba, la balle de halou de taba, je suis très très bien, mais ça sera la walou. Donc, je vais vous dire ma gâteau rapidement. J'ai fait le bahad de casse d'ailleurs. Donc, j'ai fait des kila ou la de djedj, kila sucre, kila zit sans goût. On va faire deux paquets de levure, le zeste, les citrons. Ou la vanille, Heineck, plus qu'on s'en mêle bien sûr. On va tout de suite. Donc j'ai vraiment trié. Là, je vais laisser la pâte de côté. Maintenant, nous l'allons. J'ai vraiment laissé un bon moment de trier. Alors, je vais dans le congélateur. Cette lham que j'ai, ça fait quelques temps. Je suis mis à le mettre dans le congélateur. Donc, je vais le mettre au four avec des pommes de terre sautées ou la haja hakka. Et je vais gagner cette pâte que j'ai coupée à la zour. Ça fait 2 jours ou 3 jours que j'ai fait. Donc, la pâte à la quiche hadia. En même temps, il jette le fthor l'Idriss, donc généralement il y a tout le bouchkain la veille. Donc là, il y a le chourba hamra, il le fait à l'hops, tout le dachel, des fruits ou la haja ou le mahada makan. D'accord, maman, jette, d'accord. On a fait les ors diaoulé, donc amlik, les ors plus la couverture de karkak, donc une sorte de plaid, on a fait le hamkamel, ou bdelt bien sûr, j'ai fait tout le jdid, kan mkhsoul et tout. Ou j'ai changé Ganette. Et des non, 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 on te lâche, ben. Donc, Delta qui m'a comme les draps d'Yaouli. Donc, derrière mes draps, l'eau qui m'a jeté le rappel les couleurs. Ou Twit Home, ou Hobbit Home. Les pantalons راهم مشورين خليهم حتى من يتغسلوا هذوما باش نحيهم على جه دونك انا نستعمل توجور هذا لو ليكيد ليسيف تاع ايزيس تو سامبلومون كنت راهوش نستعمل على كل حال و دو فوا كي ندير لي بلون نستعمل لو جافيل موسونت هذه تاع امير ولا واحده اخرى تاع افخا ولا فاصاديب طابولي ديجا طابت لي سنيوا واحد اخرى داخل الفوق بلوس هادي دونك انا حنقي هاد الطابله هادي نغسل الماء اللي استعملتهم ونوجد دوزان باش نطيب الفطور دونك هذا هو لو ريزولتا شوف شحال شابين فرانشمون بزاف هايلين و لو كو ما نقول لكم سورتو مع زيت دو سيترون ايتترا بيان سور شعلت لهم الفوق باسكو ما عنديش انايا لا شالور تورنونت هذاك لو فونتيلاتور دونك دوكو شعلت لهم الفوق تحمروا لي تري تري بيان هذاك الولاد الدجاج اللي درتو من الفوق لو جون دوف خلطت له شويه قطره حليب بور ليطالي هذا ما كان وكاين درت لهم السكر كيما زمان ولا هادو فيرميسال كيف كيف درت شغل لان تيب تاع زمان ما حبيتش بقى نخلط بزاف لا ديكوراسيون
دونك نكمل انا نطيبهم ونغسلهم معني كما قلت لكم ونعاود نولي لكم. راح نحط لك لاباط تاع لاكيش ديالي لهنايا ونخليها في فريجيدار لو طون نوجد الحشوه ديالها. دونك سلق بلا فيون داجي باش هكا لي باوا ما يعاودوش يحبطوا لي فلا كويسون. دونك كما قلت لكم انا هاد لاباط خدمت شويه بزياده قسمتها على زوج. سامبلومون فيها فارينا زيت سونغو الخميره دونك تاع الخبز الملح وهذا معايا ديال الشغل. دونك نشد السلق ديالي نغسلو مليح ونخليه دو كوتي. نتا دابور باللحم من بعد باش نزيد السلق فوق اللحم باسكو اللحم لازم يطيب. كان هنايا حشد البصله ديالي شتوها فريمون كبيره جبي لا ميكسير لهنا دونك بالمولينات. النص راح نستعملو لا فيون داشي والنص الاخر نستعملو الشوربه ديالي باسكو انا ما كثرش بزاف باسكو الشوربه ما حش ندير بزاف سي ندير نهار ولا يومين ماكسيموم. الو سمحوا لي على هاد الخرده اللي لهنا مي بون. دونك هاوليك البصل ديالي قطعت رقيق ونخليه دو كوتي من بعد نستعملو. راح نقي جوج حبات بطاطا وشويه لوبيا ناشطو نقيهم نخليهم في الماء باسكو هكا فاش نقي كلشي على ضربه ومن بعد نقطع كل شحال نستعمل في الطياب ديالي. الوغ بهذوك المقادير اللي قلت لكم عليهم خرجوا لي 69 حبه. دونك وانا باش نديرهم صغار كما راكم تشوفوا ما نحبش نكبرهم بزاف. دونك ثم كون نديروهم شويه كبار اكثر يخرجوا لكم ابخي 50 حبه. كون نديروهم فريمون كبار دونك اون بون كونتيتي دونك نخليهم يبردوا مليح ومن بعد نخبيهم دون اون بواط. فوالا بون اللوبيا ديالي دونك نديرها تغلي الماء والملح ولا نفورها كما حبيت. هنا نحط شويه زيت سانغو ما نكثرش بزاف. فوالا نحط شويه بصل نزيد لافيون كتروش بزاف سينو تجيكم بزاف ثقيله لاكيش ديالكم. دونك نحطها كنحلها دوك تحل وحدها مع لا كويسون. ندير لها شويه ملح وشويه الفل الكحل. فوالا نغطي عليها ونحطها فوق النار تذبل. كانت عندي زعكر كونجيلاتور حاب تشهاها مون شير ماري دوكو حنديرها له في الشوربه. راح نزيد البصل شويه سمن ندير فتيته زيت دونك لي زيبيس ديالي الملح في الكحل عصير الحانوت ندير فلفل حلو مرحي هذايا في بلاصتي في لاكري. الوغ نحط لي زانغريدون ديالي يتقلاو فوق النار من بعد نزيد الطوماطيش مرحيه تانيك ونزيد الفريك او ديبي باش يتقلى مليح ويطيب لي بيان ونزيد كانيت شويه حشيش مقطفه مقطع صغير لداخل. دونك نقلي مليح كلش من بعد نمرق ونعاود ناخذكم نورمالمون ابري. انا غنشوف الفيون داجي تاعي هكذا بدات تدبال فانت يدخل لها الطياب والبصل دبال كومبليتوم. هنا راح نزيد السلق من فوق. دونك هنا حاجه اللي خالي حنديروها عندي كما قلت لكم يوم فرغت الكونجيلاتور ديالي كانوا عندي كلكو تخيك لداخل دونك ان بو دو فيوند ولا نحطهم هنايا ندير كامل الزبده لا موطارد في الكحل الملح تاعها نعمرو بيان باش يجيني بنين ونقطع معاه البطاطا والطوماطيش ومن بعد هذيك اللوبيا مع الخل كامل نزيدها باش تكون طايبه ونحطو في الفوخ اي سي بون.
هنحتفظ بهذاك البلا تاعي في الفريجيدار. دونك هذه هي كيطيب نزيدها مع الاخر كامل هو نديرو يطيب في الفوق. دونك ياخذ ساعه ونص حتى زوج سوايع لازم نحطوه ا بوتي فيو تخلي فريمون ياخذ كامل وقته. كملت دونك كلش ربع عايلك فوالا هي تقلى. دونك نزيد لها طوماطيش ونزيد لها الفريك كانت ونروح نغسل الماء اللي دوزنت بهم ونعاود نولي لكم. الشربه ديالنا درت لها طوماطيش تاع البياض و كويغا سوب والحميصه بيان سور وراهي كيما تشوفوا راهي تكتك غير بلا عقل. نخليها انكور ان بون مومون. بعد ما الاخر كامل نقطع لها شويه حشيش ورقه ولا زوج نعناع و بيان سور كي نقدم لازم القارصه كتعرفوا. نسلق مع اللحم ديالهم اللي هم اللي كانوا طايبين. كي يلحق الوقت ندير اون اغافون نعمر لاكيش تاعي ونديرها طيب باسكو طيب في نص ساعه حتى 40 مينوت با بلوس. ومن بعد دونك هكا باش ناكلوها تكون دافيه كامل. دونك راهو موجودين كلش راه واجد. اللحم ديالي راهو داخل الفوق غطيتو ببابي كويسون ومن بعد من الفوق لالومنيوم باسكو ماشي مليح لالومنيوم ديراكتومون. طعمو اللحم الحلو انا كان عندي البارح دونك كيما راكم تشوفوا راهو جامد. دونك نسخنو برك. حنشرت هذوك لي زور ديالي اورانج مع الفرصاده كلش وهم ليك لي بونطانون دونك لازم نطويهم باش نخبيهم كيف كيف. الوقت اللي كنت نطيب فيه ما قلت لكمش برك ادريس راهو داير لاسيات دونك راهو راقد. هو جينيرالمون يقعد هكاك زوج سوايع وجدت له دوك الحليب ديالو دوك نديهو له باش نوضو باسكو هذاك هو فو با يديباسي بزاف سينو في الليل ما يرقدليش. الوغ سي بون الشوربه ديالي طابت دوك نطفي لها ونخليها. ادريس ناض ومديت له ان بتي كاتو شربت انا البيبرون ديالو صافا ادريس. جوبونس مندوبش له دوكا خلي حتى الليل باش ندوبش له دونك فوالا باسكو يعرق بزاف عبالكم مع السخانه اكسيتيرا. الوغ لنات انا ديسيدي باش نروح نديرو ان بيكنيك دونك في البحر. دوكو هاوليك هدايا لو باني تاع بيكنيك لا مارك هوم لايف كانوا بعتوهولي. كيف كيف هادوما الكيسان يجو مع لو برو اجو ديالو دونك بالك ندير فيه الماء جو فيغ سا ابخي. دونك نحط ندي معايا تباسا بيان سور هاكا تاع الصح ابار كيسان تاع بلاستيك وكاو وندي معايا لو رولو تاع بابي ابسوربون خير ما ندير دي توشون اكسيتيرا. دونك سي ندي كامل الماكلة جو فيسيي دو تو كازي لهنايا باش نروحو ندوزو ان بتي مومون فوالا بريفيليجي اون فاتيغ. الوغ استعملت هاد لي بوتيت بواط لي فيهم دو كومبارتيمون حطيت لهنايا اللحم الحلو ولهنا القارص والتمر. الوغ البنات شوفو اللحم طاب تخي تخي بيان مع لي ليكوم سمحولي إلا شهيتكم شهيتكم بالجنة إن شاء الله. وهاي ديك لاكيش تاني كيف كيف طاب تخي بيان مكانش عندي كغويير دونك قلت هداك فخوماج ميدوبش نشوفو لاباط طاب تخي تخي بيان. الوغ الشوربة درتها كيف كيف هاد لو كومبارتيمون سبيسيال soupe etc. هذا مخدوم للميكرو اوند دونك il craint rien il craint pas la chaleur و يتغلق هرميتيكمون ça ça bouge pas يعني كون تفرغه ولا ما يتدفقش. دونك كيف راح ندي هكذايا درت الحساب باش طيح لنا بين 3 سنين ادريس ياكل معنا شربه جينيرالمون. الوغ لا كي درتها دون اون بواط هكذايا ايبر براتيك باش باش ما نديش كامل لاكيش اون بليس ما با تو مانجي. دونك قسمتها كا 3 بتيت بار ادريس شغل معايا كلش مي بون 3 او كاو كل حال مع الماكلة الله يبارك كاين دونك عبالي ما حش ناكلو نرجع معايا كلش. الوغ ميم لو بلا تاع الفوغ كيف كيف درتو دون اون بواط هكذا بروفوند باسكو سي جوست با بوسيبل باش ندي كلش فو الله يبارك. كل حال قلتلكم باسكو جبت كامل اللي قعد لي سي بور سا مانيفيك شت البحر. دونك اون افي اون تابل ان بو امبروفيزي ان بواط فان محطبة ايتو et on a tout préparé. Oui maman. Des smets de farha. Alhamdoulillah ala kulli hal ala had ni'ma. Donc je vous embrasse les bnat, hna nhabes le vlog diali. Idrissa. Welcome to la farhatikom, fna tahbouhom ya gat inchallah.